السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناه بيتكوين العرب. اليوم معنا موقع جديد للمعاملات الرقميه. هذا الموقع بيدفع على المحافظ النظاميه مثل تراست وولت، كما فيك تستخدم المحفظه الوسيطه فوسيت باي للسحب مع هذا الموقع. طبعا اصدقائي، الحد الادنى للسحب 5 ترون. شايفين اصدقائي هون 5، هون 6، هذا ساحب 6، هذا ساحب 14 8 17. يعني دائما في دفعات، وكلها دفعات حديثه خلال الايام الماضيه من هذا الموقع. مثل ما اصدقائي، موقع جديد، موقع مجاني. الدفعات اذا استخدمت الفوسيت باي بتجي بالديبوزايت، لانه هي ترانزكشن او نقل عن طريق بلوكشين الخاص بعمله ترون بشكل كامل. تمام اخي الكريم، بتلاقيها هون، ما راح تلاقيها بالداشبورد، لكن بيحسب لك اياها جوا بدون اي مشاكل. طبعا اصدقائي، خلال هذا الفيديو راح نشرح الموقع، وان شاء الله خلال الايام القادمه ممكن نقدم اسمات سحب عن هذا الموقع، سواء نقدم هذا الاثبات على اليوتيوب كوميونتي او قناتنا على التليجرام، او حتى نعمل فيديو مستقل عن هذا الموقع. طيب بسم الله نبدا. اول شيء التسجيل بهذا الموقع جدا سهل. كلمه عليك انك تضغط على لينك تسجيل، راح تلاقيها بصندوق الوصف. طبعا هنيك مباشره، لما بستخدم اي روابط مقصره هذا اللينك بيعطيك على المدونه الخاصه فيه. المدونه الخاصه فيه في لينك مباشره، ضغطين اخي الكريم بتفتح معك هاي الصفحه. انت بتحط هون ايميل خاص فيك، باسورد، بتحل الكباتشا، كلمه ريجستر، بيكون صار عندك حساب. طبعا الموقع ممكن يبعث لك رساله تاكيد على البريد اللي سجلت فيه، ممكن تلاقي هاي الرساله بالبريد العشوائي او الغير مرغوب فيه. بتضغط على اللينك الموجود فيها، بتفعل حسابك وبصير جاهز لربح هذا الموقع. بعدين بتروح على كلمة لوجن وبسجل دخوله على الموقع بشكل طبيعي. طبعا اصدقائي، هي واجهة الموقع من الداخل، هي واجهة بسيطة سهلة. هلا بننتقل لطرق الربح. أول طريقة عندنا فوسيت أو الصنبور، بضغط عليها بتفتح معي هاي الصفحة. طبعا بحل هون الكباتشا، بروح على كلمة كليم ناو وبنتظر التحميل. طبعا أخذت كوينز، شايفين اصدقائي انضاف لي كوينز داخل هذا الموقع. بعد 15 دقيقة فيني أرجع طالب من هذا الصنبور أو أكسب منه مرة تاني. بنتقل لطرق الربح التانية. عندي أول شيء هون أوفر وول أو عرض، بضغط عليه. طبعا هي مجموعة عروض البيتس وول، هي العروض البسيطة اللي قلنا عنها نحن دائما، هي مشاهدة إعلانات، روابط مختصرة، ممكن تلاقي بعض الاستطلاعات والعروض البسيطة، أو مشاهدة الفيديوهات حسب دولتك. تمام، مثلا أنا متاح عندي هاي الإعلانات البسيطة، بروح على الإعلان بضغط عليه هيك. طبعا فتح معي الإعلان بصفحة تانية، بنتظر هذا الخط لحتى ينتهي للأخير. طبعا انتهى هذا الخط، شايفين اصدقائي اعطاني هون كاباتشا. بحل الصورة المخالفة. تمام اصدقائي، هي جريت، هيك اخذنا قيمة هذا الاعلان او هذا العرض. طبعا بنتقل لبقية الاعلانات، بكسب منها، شايفين اصدقائي بكسب من كل هدول الاعلانات، كمان الروابط المختصرة والفيديوهات بشاهدها. في عنا عرض تاني اسمه اوفر فور اول، طبعا تابع تقريبا لهذا المبدأ، يعني ما بيختلف عنه كثير، يعني نفس الشيء، اعلانات على روابط مختصرة على استطلاعات رأي. شوفون اخي الكريم، ممكن يكونوا متاحين عندك بالارن ليست، احيانا بيكون موجود بعض الاعلانات، لكن مو دائما. الادفرتايز يعني هي ما بتلزمنا نحن كمستخدمين، تلزم للناس اللي بتعلن. تمام اخي الكريم، انفست هي استثماريه، بتاكس عليها بالكباب الزبالي. طبعا حاليا كمان ما متاح خطط، وانت كباب الزبالي اخي الكريم، اشتغل دائما على المجاني. ريفيريل او رابط الاحاله، بضغط عليه. طبعا اصدقائي، هذا رابط الاحاله الخاص فيه، انا بعده كوبي وزور الاصدقاء لاستفاد هذا الموقع بشكل افضل. وانت اخي الكريم لازم تعمل نفس الشيء مشان تزيد ربحك من هاي النوعية من المواقع. كمان في عندك هذا البنر، ممكن تحطوه بالمواقع والمدونات الخاصة فيك لتجذب الأصدقاء لهذا الموقع. كمان في عندنا هون تاسكس أو بعض المهمات ممكن تشاهدها داخل هذا الموقع واكسب منها. الرانكينج هو ترفيعك داخل هذا الموقع، كل ما اشتغلت أكثر بتترفع أكثر بالرتبة، بتصير تاخذ أكثر عن يعني المشتركين الثانيين الموجودين داخل هذا الموقع. طبعا اصدقائي، نحن بنجمع عملة هذا الموقع مشان نسحبها، بروح على كلمة ويزدرو. مثل ما قلنا، راح اقدم انا اثبات سحب ان شاء الله خلال الايام القادمة. الحد الادنى للسحب 5 ترون، يعني حوالي ربع دولار، شيء بسيط جدا، وما في ضريبة نقل. شايفين اصدقائي، فري، ما في ضريبة نقل. بالنسبة للدوج كوين، كمان الموقع بيدفع بالدوج كوين. عندك الحد الادنى للسحب انه 4 قطع دوج كوين، يعني فينا نقول حوالي نص دولار، اضافة الى 1 دوج كوين ضريبة نقل، فيفضل تستخدم ترون. كمان بيستخدم البيتكوين، بيستخدم التيثر يو اس دي تي، لكن هون بصير 20 دولار لحد ادنى للسحب. هون بالنسبه للبيتكوين هو 50,000 ساتوشي، يعني كمان بياخذ معك وقت، فيفضل تستخدم ترون. طبعا الرصيد اللي معي اللي هو 31 قطعه من عمله الموقع، بيطلعوا حاليا 5 مليون ساتوشي من عمله ترون. بحط عنوان محفظه ترون هون، مثلا بالنسبه للفوشت بي، عفوا، بنتقل لديبوزايت بعد ما انشئ محفظه، ببحث عن ترون. تمام اصدقائي، هاي ترون، باخذ العنوان نسخ، بحط طبعا هون العنوان بهي الخانه سبميت ويزدرول. السحب بيتم خلال 24 ل 48 ساعه بشكل عادي من هذا الموقع. بالنسبه لتراست وولت، نفس مبدا العمل، جيب العنوان من تراست وولت، حطه بهي الخانه. طبعا لازم يكون واصل اخي الكريم لخمس قطع من عمله الترون. هون لازم يكون رصيدي خمس قطع من عمله الترون.
فيني لا تنسوا اخواني اذا ما كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.